كنت حريص ان احنا نكون موجودين في بيتك هنا في ملعب مختار التتش عشان نعم. يعني نسترجع نعم. الذكريات الحلوه والله هنا والله دي اهم حاجه ان انا دي يعني ان انا شفت الملعب ده انا شايفه دلوقتي ما شاء الله يعني حاجه هايله جدا 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 وساعات الواحد يعني اما رجعت الذكريات بتاعت الاول ملعبنا ده بنلعب احنا عليه وكل فرق الناشئين بتلعب عليه وكل فرق النادي بتتمرن عليه وكان امره صعب جدا جدا وزي ما بقول لك انا يعني انا فاكر ان هو من اسباب الاصابه اللي جات لي لكن يعني اخي اكيد يا اسامه الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا اقول لك حاجه النادي الاهلي نفسه النادي الاهلي دلوقتي يعني اتغير يعني 100 درجه عن اللي احنا كنا عايشين فيه يعني وكل درجه ودرجه يعني يعني كبيره جدا ما شاء الله النادي الاهلي بقى دلوقتي نادي اجتماعي على اعلى مستوى حقيقة. الكلام ده يمكن يعني الدنيا كانت زمان الامكانيات كانت اقل بكثير وكانت الدنيا برضو اقل بكثير لكن دلوقتي ما شاء الله في كل نواحي الحياه بالنسبه للنادي الاهلي مختلف اختلاف كبير جدا وزمان يا كابتن مختار يعني رغم كل الامكانيات لكن انتوا تركتوا علامه بصمه كبيره جدا لكل الاجيال اللي جت بعدكم كابتن مختار مختار والكابتن محمود الخطيب كانوا ديوتو في الملعب نعم كابتن مختار صنع اهداف كتير بمهارات الكابتن محمود الخطيب وقتها يعني بصراحه يعني محمود كان بيترجم لنا الشغل بتاعنا بس كان في كمان يعني في حاجات كنا بنعملها بتاعت لعيبه كوره يعني بالنظره بلعيبه كوره انت يعني احنا كنا بنبص لبعض من البصه فعلا بنعرف نعمل ايه وده امر طبعا اكيد انه هي موجود في حاجات يعني في لعيبه كده موجوده بس دي لجعه لان في حاجات متشابهه ممكن تكون بيني وبين محمود وغير كده ان احنا كنا برضو متالفين قوي مع بعض على طول فده امر طبعا كان برضو يعني مدينا ايجابيه هايله جدا في الملعب يعني انا كنت بعرف اعمل العب الخطيب ازاي عشان يلعبها لي او يعني الامور كانت فيها ثقه كبيره جدا جدا في كل شيء انت بتعمله له هو بيترجمه بشكل كويس قوي وده امر طبعا اكيد يعني من الايجابيه ان انت تحس ان اللعيب اللي انت بتلعب معاه بيترجم لك شغلك بشكل كويس قوي فاكيد بيترجم شغلنا في ايه محمود كان اي كره بتوصل له وهو قريب من الجون يعني من غير ما نبص كنا جون كذلك لما هو بيباصي الواحد كان عارف ان الباصه بتاعته بتبقى يعني فيها سنس ازاي وحنيه ازاي وباي شكل من الاشكال وده امر طبعا يعني راجع لمعرفتي بيه مش معرفتي بيه الشخصيه معرفتي بيه الفنيه وده امر اكيد ان هو متبادل بينا بشكل كبير جدا يعني الحمد لله اول بطوله افريقيه سنه 82 كانت بطوله كبيره وعظيمه كابتن مختار ما ينساش المكافاه بتاعتها مكافاه كانت كام وقتها كابتن مختار وعملت ايه بالمكافاه برضه 10000 جنيه ده مبلغ كبير قوي سنه 82 دي ساعدتني ان انا اجيب شقه يعني اللي ولادي كلهم عاشوا فيها يعني فدي يعني دي من الاساسيات يعني مبلغ كبير يعني بالنسبه للوقت دوت بس برضه ما يجيبش شقه يعني ما عكس دلوقتي يعني المكافاه دلوقتي تجيب شقه وتجيب عربيه وتجيب حاجات كتيره جدا ف يعني الحمد لله طبعا احنا كنا بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني كرمنا كرم كبير جدا احنا اما بنيجي نتكلم حتى على اولادنا دلوقتي يقول لا ده دول غير لا بس احنا كنا الحمد لله في نفس التوقيت بتاعنا احنا كنا عايشين كويس وربنا سبحانه وتعالى نعمه كانت كثيره جدا جدا علينا في هذا التوقيت المبالغ كانت قليله بس كانت الحياه مسعدانا ان احنا نعيش في هذا الجو الطيب اللي احنا يعني الحمد لله اللي كنا عايشين فيه الايام برضه بتاعتنا دي لا تنسى يعني الحمد لله طب كابتن مختار فاكر احلى هدف احرزته في حياتك في مسيرتك